السلام عليكم مشاهدينا. اليوم رايحين ندوكم في جولة لإحدى المزارع اللي يعني متواجدة في بلدية بوركيكا ولاية تيبازا. المزرعة هذه مشهورة بزراعة الفواكه الاستوائية. ابقوا معنا باش تشوفوا وتتمتعوا معايا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت برك نقول للناس اللي راهي تتفرج درك الفلاح هذايا ما حبش يبان حشم. الحاج حشم. نفضل نكون مجهول الهوية وشنو الثقافة اللي خذيتها ولا التجربة اللي ديتها من هذا المجال. ماذا بيا نوزعها للفلاحين، نوزعها للناس اللي تحب تستثمر، الناس اللي تحب تشوف بلادنا واش راه يجيب. الله يبارك. ربي راهو في بلادنا لهنايا. هاك تشوف. واش راك داير لهنا ما شاء الله؟ بالك راه كاين واحد 20 نوع من الفصائل الاستوائية. احنا واش عندنا؟ كما هذا السر مثلا فيه فرويت دراغون، فيه فرويت باسيون ولا الباسين فروت ولا فاكهة العاطفة كيسموها. كاين لاباباي، هذه لاباباي ثاني كاين عندها دور ما شاء الله. عندنا الخروب بكريفي. رانا عندنا ثلاث فصائل من الخروب، رانا نتبعوا واش كاين الحر اللي خلاوه لي فرونسي، رانا نلقموهم احنا بيدينا عليهم. نعاودوا نحيوا هذا الشعبة. هذه فاكهة البابايا. هذه راهي طيبة 80%. انا ما كانش على بالي بلي جايين اليوم، صافي كنا قادرين نخلو الكمية اكثر. هذه هذه الناس تنقلع هكذايا وتخبى، نقولوا باش ما تفسدش تشد مدة هاك من بعد تقدري تاكليها ولا تخليها تطيب في يمها. الله يبارك. حتى البذور الناس راهي تاكلها. هذه في الاف ان يعيطوا لها رجليدي الاميره جو بونس بالعربيه ولا ما نعرفش كيف الترجمه الحرفيه. هذه ثاني كاين حتى يقولوا لي بلاك دو سون اللي ناقصين ولا شهير راهم ياكلوا هذه دواء يعني فاكهه دواء و... اي والله. الله يبارك. هذيك عينه المهم رانا نخدموهم، لان احنا اصلا نقدروا نقولوا شغل مخبر. الله يبارك. نخدموا بالكميات محدوده هكذا باش نبينوا للناس بلي هاي نجحت وهاي واش دير. الله يبارك. حتى في مجال الكروم عندنا من بعد ذوك نروحوا للنباتات الطبيه والعطريه اللي كاينه هنايا. قول لي كيما الباباي شحال تنتجوا ابخي في العام؟ في العام تقدري تنتجي حتى 100 كونتار كيما تحبي فاسيلمون. انا ديجا راني نقصت من البرودوي هذا بيسك عليه المساحه قليله وحبيت ندخل في ميادين اخرى، فضلت المساحه هذيك نربحها في جهه خلاف. الله يبارك. يبارك في ايامك.